الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قيض الله لهذه الأمة ناسا طلبوا العلم لله، وظهرت إمامتهم، وظهرت خشيتهم لله، وظهرت تقواهم، وظهر ورعهم، فتبعهم المسلمون، وهم أصحاب المذاهب المتبوعة رحمهم الله جميعا. ومن هؤلاء إمام مدرسة الأثر، إمام أهل المدينة، إمام المذهب المالكي، مالك بن أنس رحمه الله. مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني الإمام توه كان من كبار التابعين، ومالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر، مالك بن أبي عامر جده كان من كبار التابعين، روى عن عمر بن الخطاب وعن غيره، وروى عنه بنوه، روى عنه أنس أبو الإمام مالك، وروى عنه عم الإمام مالك النافع، هذا يكنى بأبي سهيل، وهذا كان كثير الرواية للحديث، وهو من شيوخ الزهري، وهو من رجال الموطأ. ثم مالك رحمه الله كان له أخ اسمه النضر، مشهور بالعلم، مشهور بطلب الحديث. فلما بدأ مالك يقرأ كان يقال مالك، إذا قيل مالك يقال من مالك؟ يقال مالك أخو النضر. فلما برز مالك صار يقال النضر أخو مالك. طلب مالك حافظ القرآن، وأراد أن يذهب إلى طلب العلم، فاستأذن أمه فأذنت له، قال لأمه أذهب أكتب العلم، قالت له إلبس ثياب العلم ثم ذهب أكتب العلم. قال فألبستني قميصا مشمرا وجعلت فوق رأسي الطويلة وعممتني فوقها، ثم قالت الآن اذهب فاطلب العلم. وكانت تقول له كلمته المشهورة التي صارت مثلا يحتذي به الصالحات بعدها، اذهب إلى ربيعة، تقصد ربيعة الرأي شيخ المدينة في وقته، اذهب إلى ربيعة فخذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه. فجد رحمه الله في طلب الحديث، حتى قال ابن القاسم لقد بلغ بمالك طلبه للعلم أن نقض سقف بيته فباع خشبه. ولهذا كانوا يقولون لا بد لمن طلب هذا الأمر أن يعنى. لما طلب مالك العلم وصار هو ما هو، يقال إن الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. هذا حديث اختلف فيه الناس من مضاعفين ومصحح، لكن على تقدير صحته لم يعين فيه أن عالم المدينة الذي يضرب الناس إليه أكباد الإبل ويضربون إليه آباط الإبل هو مالك بن أنس. فكيف يدعي هؤلاء المالكية أن إمامه هو المقصود بهذا الحديث على فرض صحته؟ الجواب عن هذا أننا نستقرئ التاريخ لنعرف هذا. المدينة مأرز العلم ومحط أهله، بعد طبقة الصحابة وكانوا فيها كثيرين كانت طبقة سعيد المسيب والفقهاء السبعة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار، ويعني هؤلاء السبعة، فقل هم عبيد الله وعروة قاسم والقاسم بن محمد وأبي بكر الصديق سليمان بن يسار وخارجة بن زيد بن ثابت، يعني لم تضرب الرحلة لأحدهم، كان الناس تأتي إليهم جميعا، لم ينفرد واحد بأن كانت تضرب إليه الرحلة في هذه الطبقة. فلما جاءت الطبقة التي بعدهم ظهر فيها الزهري، ظهر فيها ابن المنكدر، ظهر فيها ربيعة الرأي، ظهر فيها صفوان بن سليم، طبقة ولم يذكر واحد أيضا كانت تشد إليه الرحلة دون غيره. ثم جاءت بعدهم طبقة مالك، وكان مع مالك أيضا غيره من العلماء، كان معه ابن أبي ذئب، كان معه ابن المجيشون، كان معه الدراوردي، لكن لا يعرف أنه كانت تشد الرحلة لغيره، إنما من كان يقصد المدينة إنما كان يقصد مالكا ولا يقصد غيره. ثم بعد طبقة مالك أيضا كثر الناس وكثر المقصودون، فلما استنطقنا التاريخ نطق بأن الذي كانت تضرب إليه آباط الإبل دون غيره هو مالك. فلهذا قال المالكية إن مالكا هو المقصود بهذا الحديث. جد مالك رحمه الله في طلب العلم، والجد في طلب العلم أحيانا يقتضي احتيالا، لأن الشيوخ منهم من يكون واسع الخاطر، منهم من يكون ضيقه، ومنهم من يكون سهل الخلق، ومنهم من يكون صعبه، وأنت تريد أن تطلب العلم فتحتاج أن تتوسل إلى كل واحد بالوسيلة التي تناسبه. وهكذا كان مالك، ولذلك كان منه ما كان بعد. قال مثلا من شيوخه الذين كان فيهم
صعوبة في الخلق. عبد الله نافع مولى بن عمر هذا كان صعبا، ولذلك كان تركه كثير من الطلبة، لم يتحملوا شدة خلقه. وهذا ننصح به طلبة العلم، إذا رأيت من شيخك خلقا صعبا فتركته فأنت الخاسر له، هو علمه في صدره، علمه عنده، أما أنت فأنت الخاسر، ولا سيما في زمن مثل هذا يقل فيه من يصلح أن يؤخذ عنه. قال مالك: كنت آتي نافعا في يعني في النهار فأجلس بعتبة بابه لا يدق عليه ولا يسأل عنه، وأنتظر حتى يخرج إلى صلاة الظهر، فإذا خرج نافع من بيت سيره مالك ويريه أنه لا يريده لا يقصده، لأنه إذا قصده يقول صرف عني ويطرده، فيريه أنه لا يقصده، يسلم عليه السلام عليكم هذا السلام، ثم يسايره أيضا فترة حتى إذا كاد يدخل المسجد يقول له مالك: كيف قال ابن عمر في حديث كذا؟ فيجيب نافع ويصرف مالك. وذلك قال ابن أبي أويس لما شد عليه ابن منافع قال: ما أصنع بهذا العبد؟ هو في الأصل عبد لابن عمر، قال: ما أصنع بهذا العبد؟ فتركه، فندم بعد ذلك ندما شديدا، فكان يقول: ته ولم يتركه غيري فانتفع، يعني ولم أنتفع أنا، ولكن لا تساعة من دمي. كان هكذا يصنع مع الزهري. الزهري هذا إمام من أئمة أهل المدينة، إمام كبير جدا من أئمة أهل المدينة، يعني يحفظ ما لا يحفظه كثير جدا من الناس. الزهري هذا بحر متلاطم من العلم، ومثل هذا في الغالب لا يكون فارغا، يعني لا بد أن إما مشغول في الدرس، إما مشغول مع الخليفة، وإما كذا، وإما مع الطلبة، وإما يعني ما تكاد تجده فارغا، يعني تنبسط معه. في يوم العيد لما رجع مالك من صلاة العيد قال في نفسه: هذا يوم يخلو فيه الزهري، فذهب إلى الدار الزهري، طرق الباب، خرجت الخادمة فقالت، سألها الزهري: من بالباب؟ قالت: مولاك الأشقر. تحسب أن مالكا مولا خادم عبد للزهري لكثرة ما يلزم بابه. قالت: مولاك الأشقر بالباب. قال: أدخلي. فلما دخل تبسم الزهري في وجه مالك فطن، وأعجبه ذكاؤه وحرصه. قال: وراك من قلبت إلى بيتك بعد؟ قال مالك: لا. قال: وما أحسبك أكلت شيئا بعيد؟ قال مالك: لا. فقال الخادمة: هاتي الطعام. قال: لا حاجة لي فيه. قال: فما تريد؟ قال: أن تملأ ألواحي حديثا، هذا الذي أريد. قال مالك: فأملأ علي 40 حديثا. هذه من المستحيلات يفعلها معك الزهري، 40 حديثا بجسم واحد، مستحيل. هو ومالك لا يفعلها، لا يفعل. يعني ذلك في ذلك الوقت الناس يعني يعطيك شيء عينا من عينيه ولا يعطيك حديثا، كانت الطرائف عظيمة جدا، كان الأعمش شديد الصعوبة جدا، عسر الخلق جدا جدا، لا يحدث أحدا، حتى قالوا اتخذ كلبا إذا أتاه الطلبة أطلق عليهم الكلب، يعني لا يأتي لا يقرأ عليه ولا يأخذ عنه ولا يتحمل منه إلا الذي يصبر على. فيقال إنه مرة الأعمش، يقال إنه مرة كان في جنازة ولا يبصر، فجاء رجل قاله: يا فلان يعني أقودك، فقاده. والجنازة في ذلك الوقت لا يكون فيها ذكر، لا يكون فيها صياح، لا يكون فيها كلام، الصمت. فهذا الذي أخذ بيد الأعمش أخذ ينتحي به جانبا بعيدا عن الجنازة، والأعمش لا يدري ماذا يفعل به وأين يؤخذ، الصمت، والرجل لا يبصر، فخرج به بعيدا. فلما اطمأن ذلك القائد، لما اطمأن إلى أن لا يوجد أحد وإن صاح الأعمش ليزعفه، قال له: يا فلان أتدري أين أنت؟ قال: فأين حديثا؟ فقال له: زدني. قال: حسبك، إن كنت رويت هذه فأنت من الحفاظ، يعني رويتها إن كنت حفظتها. هو الآن يملي إملاء فقط، هذاك يملي وهذا يكتب، كيف متى حفظت أنا؟ أنت الآن تراني أكتب أمامك. فقال: زدني. قال: حسبك، إن كنت رويت هذه فأنت من الحفاظ. قال: فقد رويتها. قال: فجبذ الألواح، أخذ الزهري ألواح مالك، قال: يلا أظهر تلك اللعبة، اعرضها. فاستظهرها جميعا، استظهر 40 حديثا. فقال الزهري لمالك: قم فأنت من أوعية العلم. وقال له: نعم مستودع العلم أنت. وذلك أثنى الناس على مالك، أثنوا عليه ثناء عظيما، حتى قال الشافعي كلمته المشهورة: إذا ذكر الحديث فمالك النجم. النجم، وهذا الشافعي، وهو الذي هذا الكلام، هو الذي ينظمه العراقي في ألفيته، والعراقي رجل شافعي لا يتهم بأنه يتعصب لمالك، يقول: وربما استغني ذو الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن. كلمة شيخه إمامه: إذا ذكر ما الحديث فمالك النجم. وقال مرة: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله، وعدوه من أمناء الله على وحي في الأرض. هذه كلمة قيلت عن مالك، قيل عنه أمير المؤمنين في الحديث، قيل عنه أمين الله على وحيه، وحي الموحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
كانت مالك رحمه الله بعد ذلك يحدث في المسجد ويدرس ويفتي، لكنه ما جاء وقعد فيه وجعل نفسه حلقة يتحلق الناس حوله، بل استفتى شيوخه فشهدوا له أنه يصلح أن يجلس ويقرأ ويفتي. ولذلك قال هو: لا يصلح لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه، وما جلست حتى شهد لي 70 معمما أني أهل لذلك، 70. وفي رواية: حتى استفتيت يا ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك، أمراني بأن أجلس وأفتي، ولو نهياني لانتهيت. فكانت له حلقة عظيمة في المسجد، وكان يحضرها الأكابر، وكان عظيم الهيبة جدا، بحيث إن الداخل المسجد يسلم فلا يجيب الطلبة السلام، لا يردون السلام إلا همهمة، لا يرفع أحد صوته برد السلام، هيبة لمجلس مالك. ومن الطرائف أن ربما طرأ الآفاقي ليس بلديا فلا علم له بهذه الطقوس في مجلس مالك فيخالفها، وكان مالك رحمه الله يحسن التأديب. مما وقع في هذا ما يذكره هشام، هشام هذا أحد الرواة عن ابن عامر الشامي، ابن عامر أحد القراء السبعة، كما مثلا بالنسبة لي لورش، ورش هذا يروي عن نافع، نقول رواية ورش عن نافع. يقول إخواننا في ليبيا فك الله كربهم قالون عن نافع، يقول غيرنا من أهل أكثر المسلمين حفص عن عاصم، عاصم ونافع وابن عامر هؤلاء القراء، وورش وحفص هؤلاء الرواة، هشام مثل حفص مثل ورش راوي يروي عن ابن عامر الشامي الذي هو القارئ. هشام جاء يريد أن يأخذ العلم من مالك، مجلس مالك فيه الأكابر الذين هم أئمة الآن: عبد الله بن وهب، عبد الرحمن بن قاسم العتقي، يحيى بن يحيى النيسابوري، عبد الله بن مسلمة القعنبي، يعني الأكابر، وهؤلاء يغضون سبحانه له اعتناء خاص بأهله، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ويسعفهم ويجيب طلباته. ماذا قال؟ فألهم الله هشاما كلاما ألان من مالك ذلك الصعوبة. قال له: يا أبا عبد الله، إن أبي باع دارا له وجهزني إليك، قال: اذهب عن الحديث من مالك، فلما أتيتك قابلتني بهذا الذي قابلتني به، والله لا أسامحك أبدا. قعد هذه الكلمة على مالك كما لو أن السماء خرت عليه من فوق. فقاله: كيف أستحلك؟ يعني سل ما شئت. فقاله هشام الذكي، قاله: ضربتني 14 مقرعة، فحدثني 14 حديثا. فحدثه مالك 14 حديثا، وهذا يكاد لا يفعله مالك، لم يفعله مع هارون الرشيد لما جاء يسمع الموطأ، لم يحدثه مالك، فعلها بهشام. فلما حدثه 14 حديثا قال له هشام: زد في الضرب وزد في التحديث. قال: ومن هيبته كان يهابه والي المدينة، والي المدينة. يذكر العتبي في المستخرجة أن مالكا كان أمر بشيء يفعله في الأسواق، فرأى ذلك يخالف، فجاءه الوالي، يعني أتعجب منه، يقول: لا، أنا قلت، والمالك يؤنبه: ألا أمرك بكذا؟ ألا أقول لك يوم كذا أن تفعل كذا؟ والوالي والي المدينة يقول له: لا، أنا أمرته يا أبا عبد الله، أنا قلت له. أنا أعجب المثل هذا، هيبة عظيمة. بل كان يهابه أبناء الخليفة نفسه. مرة هو مع المنصور وابنه يدخل، ابن المنصور يدخل ويخرج، يعود يدخل ويخرج، فقاله المنصور، قال الملك: أتدري ما بال هذا؟ قال: يهاب شيبتك، ما استطاع أن يدخل ابن الخليفة. ومالك رحمه الله أصابته محنة، ضرب بالسياط حتى خلعت كتفه. واختلف المؤرخون في أمور، اختلفوا في خلافة من ضرب، اختلفوا في الذي ولي ضربه، الأمير الذي أمر بذلك، واختلفوا في سبب ضربه. قالت طائفة: إنما ضرب لأنه كان يفتي بالمتعة، هذا بعيد جدا ولسنا نعرف هذا في المذهب عندنا. قالت طائفة: إنما ضرب لأنه كان يفضل عثمان على علي، فهو شبه العلويون إلى الخليفة فضرب، وهذا أيضا محتمل ولكن غيره أولى منه. وقيل هذا هو الأولى، إنه ضرب لأنه كان يحدث بحديث له تداخل سياسي. ما هذا الحديث؟ ليس على مستكره طلاق. هم كانوا في ذلك الزمن يخافون أن تنقض الناس البيعة، فيحلفونهم بالطلاق ألا ينقض على عاتقه بيده بعد ضربه بالسياط رحمه الله. لكن قال الناس: كانت تلك السياط كأنها الحلي، حلي به مالك، ما زال أمره في رفعته منذ ضرب.
جاء الخليفة بعد ذلك حاجا، جاء يعتذر لمالك وقال والله ما علمت هذا الذي وقع ولا أردته، ولقد أمرت بالفاسق، يقصد ذلك الأمير، أن يؤتى به على قتب، ولأنزلن به من العقوبة أضعاف ما نالك. فماذا قال مالك؟ قال له مالك رحمه الله: يا أمير المؤمنين، وصلك الله، لا تفعل، فقد عفوت عنه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته منك. وهذا ليس شيء يقوله مالك تملقا للخليفة، هذا شيء قاله لطلبته قبل ذلك، قد قال لهم لما ضرب بالسياط، خاف أن يموت تحت السياط.